من هو مارك سايكس؟ دبلوماسي قسم العرب وقتلته الإنفلونزا. مارك سايكس مستشار سياسي ودبلوماسي وعسكري ورحال بريطاني، مثل بلاده في محادثات سرية لاقتسام أراضي الإمبراطورية العثمانية في المشرق والأناضول مع فرنسا وروسيا، ووقع الاتفاقية المعروفة بسايكس بيكو، وكان له دور بارز في صنع وعد بيلفور. توفي سنة 1919. ولد مارك سايكس في 16 مارس 1879 بالعاصمة لندن لعائلة ثرية. اشتهر بسفره المتواصل إلى منطقة الشرق الأوسط ومصر والمتوسط والهند ومنطقة الكاريبي والمكسيك وأمريكا الشمالية. تلقى تعليمه في موناكو الفرنسية بالمدرسة العيسوية، وسرعان ما غادرها في جويليا 1895 نحو بروكسل البلجيكية، حيث قضى عاما بمدرسة سان لويس، ثم انتقل بعدها إلى كامبريدج سنة 1875. عرف بإجادته لغات عديدة من بينها العربية والتركية والفرنسية. خدم في حرب البوير بجنوب إفريقيا، كما شغل منصب سكرتير شخصي للحاكم البريطاني لإيرلندا جورج ويندهام. انتخب سايكس في البرلمان سنة 1912 نائبا عن حزب المحافظين، ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى سنة 1914 اختير سايكس لقيادة The Green Howard، وكان وقتها برتبة مقدم. لم يكن سايكس من صناع القرار في حكومة التاج البريطاني، لكن آراءه كانت مهمة جدا بالنسبة للمسؤولين بالنظر إلى خبرته الكبيرة بالمنطقة، علما بأنه كان قد اختير ملحقا فخريا للسفارة البريطانية في إسطنبول. وقد اشتغل سايكس مساعدا للورد كيشنر وزير خارجية الحرب، كما عمل مستشارا للحكومة بشأن القطاع الشرق الأوسط. وبتحريض منه سنة 1915 تم إنشاء المكتب العربي بمصر ليكون فرعا من جهاز الاستخبارات البريطاني، مهمته ضبط الأنشطة السياسية في الشرق الأدنى. صديقه الدبلوماسي هارولد نيكولسون سلط الضوء على بعض اقتناعاته بقوله إن وفاة سايكس بيكو خسارة كبيرة، وذلك لحماسه وإيمانه بأن تكون الحركة الصهيونية والوطنية العربية أهم نجاحات الحرب العالمية الأولى. فقد انصب اهتمام سايكس على بحث سبل تفكيك الإمبراطورية العثمانية التي كانت تسمى وقتها بالرجل المريض، ابتداء بالسياسة والحرب وانتهاء بحرب المصطلحات، حيث عمل على إحياء المسميات القديمة للمناطق الخاضعة للسلطنة العثمانية مثل فلسطين وسوريا والعراق، لترسيخ فكرة انفصالها واستقلاليتها وعدم خضوعها للعثمانيون. اشتهر مارك سايكس بالاتفاقية التي تحمل اسمه واسم القنصل الفرنسي في بيروت ومستشار السفارة الفرنسية في لندن جورج بيكو، وهي الاتفاقية التي وقعت سنة 1916 وقسمت مناطق النفوذ بين بريطانيا وفرنسا في الشام وممتلكات العثمانيين في آسيا، ووضعت فلسطين تحت إشراف دولي تديره فرنسا وبريطانيا. لكن مع ظهور مقترح ينصح الحكومة البريطانية بتبني المشروع الصهيوني، غير سايكس رؤيته ودفع باتجاه إنجاح مشروع الصهاينة في فلسطين، حيث إن ذلك سيسمح بتجاوز الإدارة المشتركة للمنطقة مع فرنسا التي يقضي بها اتفاقية مع بيكو. وقد هيأت هذه التغييرات الأجواء لإصدار وعد بيلفور سنة 1917، وهو وعد اطلع سايكس بدور بارز في بلورته. وبحسب الدكتور الراحل عبد الوهاب المسيري في موسوعته اليهودية والصهيونية، فإن سايكس بيكو كان يقسم اليهود إلى قسمين، هما اليهود المتأنجليزون أي المندمجون في هويتهم البريطانية ولا يحبون الهجرة منها، وهؤلاء كان سايكس يكن لهم احتقارا عميقا. أما القسم الثاني فهم العبرانيون الحقيقيون، وهؤلاء هم من يتركون إنجلترا ليندمجوا في وطنهم القومي فلسطين بحسب زعمهم، وذلك حتى تفرغ أوروبا من يهودها. أصدر سايكس في سن مبكرة عددا من الكتب، بينهما كتابان في العلم العسكري وثلاثة عن السلطنة العثمانية وبلاد المسلمين، وتناول فيها الجغرافيا السياسية للمنطقة ومشاهدته أثناء أسفاره في آسيا الصغرى وبلاد المشرق بين سنتي 1905 و 1913، ومن بينها دار الإسلام
ورحلة في الولايات العثمانية الخمس، ميراث الخلفاء الأخير، وموجز تاريخ الإمبراطورية التركية. توفي مارك سايكس في فندق بالعاصمة الفرنسية باريس في يوم 16 فبراير 1919 خلال مفاوضات السلام في باريس، بعد إصابته بداء الإنفلونزا الإسبانية التي أودت بحياة نحو 50 مليون شخص في العالم خلال السنوات الأولى من القرن الماضي. ونقل جثمانه داخل نعش من الرصاص حتى لا تنتقل العدوى إلى الآخرين، وهذا ما جعل المحكمة البريطانية سنة 2007 تصدر حكما باستخراج نعش سايكس بموافقة أحفاده لأخذ عينات من الجثة لاقتناعها بوجهة نظر العلماء في إمكانية دراسة الفيروس الذي قتل الملايين لمنع كوارث مشابهة في المستقبل، حيث رأى العلماء أن النعش الذي نقلت فيه جثة سايكس ربما حافظ على الفيروس حيا.